السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة بريطانيا وجهت موجة رابعة من الضربات المدمرة على مواقع جماعة الحوثي في اليمن ليلة يوم أمس. التفاصيل كانت قد نشرت بشكل رسمي من قبل القيادة المركزية الأمريكية وزارة الدفاع البريطانية، وهذه العملية نفذتها كما تحدثنا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبدعم من 6 دول. وكانت اللحظات الأولى لانطلاق هذه الطائرات الأمريكية بهذا الشكل باتجاه مواقع جماعة الحوثي. الضربات كانت قد نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في الساعة 11:50 من مساء يوم أمس بتوقيت صنعاء. الضربات جاءت على عدد من النقاط صوروها طبعا المواطنين اليمنيين الموجودين في عدد من المحافظات اليمنية بهذه الطريقة، وكانت هذه صورة أخرى أيضا لطبيعة هذه الضربات التي جاءت على جماعة الحوثي. الضربات نفذت من قبل بريطانيا بطائرات تايفون المعروفة بسلاح الجو البريطاني، وكذلك حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور شاركت بهذه العملية من خلال إطلاقها لطائرات F-18 سوبر هورنت وعدد من الطائرات الأخرى، بالإضافة إلى المدمرات الأمريكية والبريطانية الموجودة في البحر الأحمر، كلها شاركت في عمليات استهداف جماعة الحوثي في عدد من النقاط الخاصة بهم. وطبعا الأهداف كانت عبارة عن 18 هدفا هي التي استهدفت، وجاءت باتجاه 3 محافظات كما هو واضح من طبيعة ما هو قادم من الأنباء المحلية تحديدا مما تحدثوا عن هذه الضربات. جاءت باتجاه حجة، وجاءت باتجاه تعز، وكذلك جاءت بشكل مركز ومكثف على صنعاء. وهذه الضربات استهدفت مستودعات الصواريخ والأسلحة وأنظمة الطائرات المسيرة، وكذلك أنظمة الصواريخ البالستية والمضادة للسفن هي التي استهدفت بشكل مباشر، كذلك المخازن تحت الأرض الخاصة بجماعة الحوثي كانت هدفا. وأيضا استهدفوا المنظومات الرادارية، المنظومات الدفاع الجوية، الهليكوبترات، كلها كانت أهدافا، بالإضافة إلى نقاط وشبكات الاتصال الموجودة في تعز. بحسب وسائل الإعلام المحلية القادمة من جماعة الحوثي تحدثوا بأنها أيضا كانت قد ضربت، بالتالي هم ضربوا كل شيء له علاقة أو هو مفيد بالنسبة لجماعة الحوثي ليستخدم في عملياتهم وهجماتهم على البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو خليج عدن. والمثير بهذه الضربات بأنها جاءت بعد 7 ساعات فقط من هجوم من نفذته جماعة الحوثي على سفينة أمريكية، ناقلة نفط أمريكية كانت موجودة في خليج عدن. الاستهداف كان بنوعين من الأسلحة، استخدموا الصواريخ المضادة للسفن، واستخدموا كذلك الطائرات المسيرة عندما استهدفوا هذه السفينة. الطائرات المسيرة اتجهت باتجاه السفن الحربية الأمريكية، وكذلك الصاروخ كان متجها باتجاه الناقلة النفط الأمريكية. الطائرات المسيرة طبعا تحاول أن تشاغل المدمرات الأمريكية من أجل أن يحقق الصاروخ البالستية والصواريخ البالستية المضادة للسفن هدفها، ألا وهي هذه الناقلة التي نتحدث عنها. القيادة المركزية الأمريكية لم تتحدث عن الطائرات المسيرة، لكنها أكدت أن كان هنالك صاروخا مضادا للسفن استهدف ناقلة النفط الأمريكية، وتمكنت حاملة أو المدمرة الأمريكية USS ميسن من التصدي لهذا الصاروخ، بالتالي لم تصب السفينة الأمريكية أو أي مدمرة أمريكية في هذه المنطقة، ولم تصب ناقلة النفط الأمريكية. وبعد ذلك طبعا هذه كانت في الساعة 5 مساء من يوم أمس بتوقيت صنعاء، وبعد ذلك جاءت الضربات التي نتحدث عنها. الضربات بشكل عام على جماعة الحوثي مرشحة أن تزداد من ناحية النوعية ومن ناحية الكثافة، وذلك بسبب العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي ليست بالعادية أبدا، بل إنها بدأت تتسبب بمشاكل جديدة. فعلى سبيل المثال تانكر تراكرز كانت قد تحدثت في 72 ساعة الماضية بتفاصيل جديدة عن سفينة روبي مار البريطانية التي قالت جماعة الحوثي وعدد من المصادر الأخرى بأن جماعة تمكنت من ضرب هذه السفينة وإغراقها في الكامل. ولكن الصور الجديدة والمحدثة وضحت فعلا أن السفينة قد غرقت، ولكن جزئيا كما نلاحظ جراء الضربة القادمة من جماعة الحوثي. طبعا السفينة تم إخلاء الطاقم منها، وتسرب النفط بأكمله من هذه السفينة، ونوعا ما أصبحت خفيفة
بالوزن، وبالتالي هذا قد يفسر لماذا هي عائمة بهذا الشكل حتى هذه اللحظة. ليس هنالك ضمانا أو ضمانات تؤكد بأن هذه السفينة لن تغرق في الفترة القادمة، لكن هذا هو وضع هذه السفينة الحالي. وتسرب النفط كان تسربا كبيرا، صور من الأقمار الصناعية محدثة وضحت كيف تسرب النفط كما تلاحظون في خليج عدن، تسرب هائل للنفط كما هو واضح. وهذا هو الذي جعل نيويورك تايمز والأوساط الأمريكية البريطانية والغربية أن تتحدث بأن هنالك كارثة بيئية قادمة بسبب النفط الذي تسرب من هذه السفينة أو أي استهدافات مستقبلية على ناقلات النفط كما تقوم جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة، وخاصة من استهدافات مؤخرا تجاه ناقلات النفط أو ناقلات المواد الكيميائية وغيرها. وجماعة الحوثي مستمرة بهذه العمليات، ليس هنالك أي ردع نهائيا، وخاصة أنها تتحصل على الدعم الشعبي للقيام بكل هذه العمليات. على سبيل المثال الجمعة الماضية ميدان 70 في صنعاء امتلأ بالداعمين لعمليات جماعة الحوثي، ممن هم داعمين للقضية الفلسطينية لغزة للفصائل الفلسطينية، امتلأ بالتمام والكمال هذا الميدان المهم للغاية. بالتالي بالنسبة لجماعة الحوثي هذا دعم شعبي داخلي تستثمره في المستقبل ضد معارضيها ممن هم موجودين في الداخل اليمني، حتى أن أعداد مقاتليهم من المتطوعين يزدادون يوما بعد يوم. على سبيل المثال قناة المسيرة كانت قد نشرت هذه اللقطات لمقاتلين وتعبئة جديدة بعشرة سرايا، أعداد المقاتلين 800 مقاتل في محافظة المحويت وتحديدا في مديرية الطويلة كما تلاحظون. وهذه اللقطات والصور نوعا ما كشفت موقع طبيعة هذه التعبئة والاستعراض من قبائل يمنية مهمة هي التي تنضم لجماعة الحوثي في كل هذه العمليات. تلاحظ أن هنالك منطقة مزروعة و طريق ممتد بهذا الشكل من الجبل كما نلاحظ، هو متفرع، نلاحظ هنا مجموعة من الأشجار المهمة كما نلاحظ، وهنا أيضا أشجارا أخرى، هذا وادي، وكذلك هنالك نوع من الشكل التضاريسي في هذا الوادي عند هذا الانخفاض، وطبعا هذا الجبل واضح جدا بالنسبة لنا. إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي بسرعة، فالمحويت هذه هي محافظة المحويت اليمنية، وهذه المحافظة مديرية الطويلة عندما نتحدث عنها هي تأتي بهذا الاتجاه. وإذا ما ذهبنا بسرعة لكي نحاول أن نتأكد من طبيعة هذا الموقع في هذه المديرية التي تقع إلى شرق هذه المحافظة، سترى بأن هذه النقطة وهذا الوادي بين هذه الجبال هو بالضبط المنطقة التي رأيناها قبل قليل، وستلاحظ فعلا بأن الصورة متطابقة مع ما رأيناه من المنطقة المزروعة هنا، وهذا هو الطريق الذي رأيناه قبل قليل متفرع بهذا الشكل، ونرى الأشجار هنا وكذلك واضح بعض الأشجار أيضا واضحة هنا، وتلاحظ هذا هو الوادي وهذا هو الشكل التضاريسي الذي رأيناه قبل قليل وهذا هو الجبل. إذن الاستعراض كان هنا فعلا، وأن هؤلاء المقاتلين من محافظة المحويت قد انضموا الآن لجماعة الحوثي من عدد من القبائل كما تحدثنا، بالتالي هنالك عمليات تحشيد ومقاتلين جدد من أجل إرسالهم في الدرجة الأساس بالنسبة لجماعة الحوثي لقطاع غزة، لكنهم غير قادرين على نشرهم أو إرسالهم إلى قطاع غزة، لكن هؤلاء المقاتلين سيكونون مفيدين خاصة في محافظة مهمة جدا مثل المحويت، ممكن أن يقومون بإرسالهم إلى الحديدة التي تتعرض إلى الكثير من الضغط من الضربات الأمريكية والبريطانية، وبالتالي أي محاولة هجوم بري بأي شكل من الأشكال دائما وأبدا هؤلاء المقاتلين الجدد سيشكلون دعما مهما لجماعة الحوثي في عملية الدفاع عن الحديدة، لأنها نقطة استراتيجية مهمة في كل الهجمات التي يقومون بها على البحر الأحمر. وهذا هو طبعا كله السبب الأساسي الذي يوضح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أن جماعة الحوثي لن تعرف طريقا للتوقف، وهو الأمر الذي جعل مسؤولين سابقين في الإدارات الأمريكية السابقة أن يقومون بإرسال نصيحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الأمريكية الحالية بأن يجب أن يكون هنالك تركيزا على استهداف قادة الحوثيين بدلا من مخزون أسلحتهم، بدلا من استهداف الجنود العاديين أو أنظمة الصواريخ وغيرها، يجب استهداف القادة كما نقلت CNN الأمريكية من خلافات موجودة داخل الإدارة الأمريكية ومما يتحدث عنه المسؤولين الأمريكيين السابقين. والفكرة هنا بأن الاستهدافات الأخيرة التي جاءت في العراق على الفصائل المسلحة في العراق أدت في نهاية المطاف استهداف قادة من الخط الثاني أو الخط الثالث، أدت إلى الردع المطلوب، توقفت كل الهجمات في العراق من هذه الفصائل المسلحة وحتى في سوريا. وعلى هذا الأساس إن تم استهداف قيادات جماعة الحوثي في الفصائل
الفترة القادمة، فمرشح أن يكون هنالك توقفا للهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي. وعلى هذا الأساس هذا قد يفسر ما طبيعة الكثافة والنوعية في زيادة الضربات التي نتحدث عنها. ولكن بشكل عام هذه المسألة مؤذية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وخاصة للرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه في نهاية المطاف يصرف الكثير من الأموال لمواجهة جماعة الحوثي، وجماعة الحوثي مستمرة بعملياتها من دون أي مشاكل. ملايين الدولارات تصرف على جماعة الحوثي، ولكن هدف جماعة الحوثي لا زال يتحقق، وأيضا هو يصرف الكثير والكثير من الأموال من أجل مواجهة روسيا. وروسيا الآن في مرحلة هجوم روسي مضاد، كنا نتحدث عن الهجوم الأوكراني المضاد، الآن نتحدث عن هجوم روسي على ما يبدو مضاد في دانييتسك وفي زاباروجيا. في دانييتسك سيطروا على أفدييفكا، سيطروا على ثلاث قرى بعد أفدييفكا، وهم يريدون التوجه إلى النهر الذي طبعا هو يعتبر من الأنهار الدفاعية بالنسبة لأوكرانيا على مسافة 50 كيلومترا. في زاباروجيا أيضا دخلوا إلى روبوتنا، الآن وسط روبوتنا، ورفعوا العلم الروسي. هنالك تقدم روسي مستمر رغم كل الأموال التي تضخ هنا. وأيضا إسرائيل حليفة الولايات المتحدة الأمريكية الآن تخطط للهجوم على رفح أثناء وخلال شهر رمضان القادم. وطبعا جو بايدن والحكومة الأمريكية هي تدعم إسرائيل كما هو معروف في هذه العمليات، وهذه المسألة يعلم جو بايدن بأنها ستؤثر عليه على مستوى الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر. فالناخب الأمريكي أو الناخب العربي الأمريكي لن يصوت للرئيس الأمريكي جو بايدن إن كانت هنالك مجازرا أو سقط العديد من الضحايا على سبيل المثال من المدنيين في هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن المال، صرف المال في أوكرانيا، صرف المال مع جماعة الحوثي، وصرف الأموال بهذا الشكل الكبير، فأنت تتحدث عن المتخصص بالأموال، البزنس مان ورجل الأعمال المعروف دونالد ترامب، هو الذي يعرف كيف يستثمر هذه المسائل من أجل ربطها مباشرة بما يجري من الهجرة الغير شرعية في الداخل الأمريكي. هذه مسألة مهمة يستثمرها دونالد ترامب. كانت المسائل الخارجية في العادة لا تؤثر على الانتخابات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحديث هنا والاستثمار أن كل هذه الأموال ممكن أن تستخدم لمواجهة المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا كما نتحدث الهجرة الغير شرعية القادمة من المكسيك. ودونالد ترامب الآن حقق انتصار كبير للغاية في 24 ساعة الماضية في ساوث كارولاينا، وفاز على نيكي هيلي. نيكي هيلي هي كانت حاكمة في ساوث كارولاينا وتعتبر الأكثر شعبية في هذه الولاية، ومن المفترض أن تشكل بعض المنافسة لدونالد ترامب، ولكن دونالد ترامب في نهاية المطاف فاز في هذه الولاية. وهو معروف من يفوز في ساوث كارولاينا من الجمهوريين هو الذي سيكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة أو للرئاسة الأمريكية القادمة الانتخابات المباشرة ضد جو بايدن حتى على مستوى التاريخ. من يفوز في ساوث كارولاينا معروف جدا بأنه هو المرشح الرئيسي. ودونالد ترامب فاز في جميع الولايات التي جرت فيها الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، هو فاز في نيفادا، فاز كذلك في آيوا، وفاز أيضا في نيو هامشير، وفاز كذلك في يو اس فيرجن ايلاندز، وها هو يفوز في ساوث كارولاينا. لا يعرف طريقا للتوقف، ولكن نيكي هيلي بشكل مفاجئ قالت بأنها مستمرة في هذا السباق وبأنها لن تتوقف نهائيا. وهنا تراهن نيكي هيلي على ثلاثة مسائل. أولى هذه المسائل بأن الداعمين لها هم مستمرون في دعم حملاتها الانتخابية، كذلك هي تراهن على المشاكل القضائية التي يواجهها دونالد ترامب. هنالك الكثير من القضايا التي ممكن أن تنقلب عليه في أي لحظة، أي شيء كبير ممكن أن يواجهه ترامب في هذه المحاكمات التي يتعرض لها والقضايا، سيجعل نيكي هيلي في مواجهة جو بايدن في نوفمبر. وأيضا أن هذه الانتخابات لم تنتهي حتى هذه اللحظة، هي لا زالت أمام الكثير من الولايات في هذه الانتخابات التمهيدية التي نتحدث عنها. ميشيغان بعد يومين في 27 فبراير وحتى 2 مارس ستكون هي نقطة تصويت أيضا وقادرة على مواجهة دونالد ترامب في ميشيغان. بعدها في 2 مارس ستكون أمام وسنكون أمام انتخابات في ميزوري وكذلك في آيداهو، وفي 3 مارس سنكون في انتخابات في العاصمة أيضا واشنطن، وفي 4 مارس سنكون أمام نورث داكوتا، وبعد ذلك سندخل في 5 مارس الذي يعتبر سوبر تيوزداي الثلاثاء الكبير الذي ستجري فيه الانتخابات في 16 ولاية من الولايات الأمريكية كما تلاحظون. وأبرز هذه الولايات كما هو واضح أنك أمام تكساس، أمام نورث كارولاينا، وكذلك
كاليفورنيا. بالتالي نحن أمام سباق كبير للغاية، ويبدو أن دونالد ترامب حتى هذه اللحظة هو الذي سيواجه جو بايدن. وهنا تأتي أهمية قيام جو بايدن بشيء تجاه جماعة الحوثي، بشيء في القضية الأوكرانية في مواجهة روسيا، وكذلك أن تنتهي المعركة في رفح القادمة بالطريقة التي يريدها جو بايدن وبالطريقة التي لن تؤثر عليه في انتخابات نوفمبر. ويجب لهذه المشاكل أن تنتهي بسرعة، وإلا دونالد ترامب يستثمر هذه المسألة بقوة كبيرة للغاية، وممكن له أن يحقق انتصارا كاسحا على جو بايدن فعلا، إن كان هو أو إن كانت نيكي هيلي، بسبب ما جرى في 7 أكتوبر والأحداث التي تلت وجاءت بعد 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها.